وأكد شكري ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل في إطار حل الدولتين وأضاف وزير الخارجية أن هناك توافقا دوليا بأن يكون حل الدولتين الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل سياسي في إطار حل الدولتين هناك توافق في المجتمع الدولي بأن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ولا بد ان يتم تحديد اطار زمني لاقامه الدوله والتعامل مع خفه القضايا سواء كانت متصله باداره غزه ومسؤوليه السلطه الوطنيه الفلسطينيه تامين وتحقيق الاستقرار والامن لاسرائيل الافراج عن الرهائن ولكن ايضا الاطار السياسي الاوسع المرتبط باقامه الدوله الفلسطينيه فلا يمكن الفصل بين كل هذه المكونات